جمعيه بلسم لذوي التوحد كتحضر في محطه القطار بالقنيطره تخليدا لليوم العالمي للتوحد اللي كيصادف الثاني من ابريل من كل سنه. فهذا التحسيس هو محور من محاور اشتغال جمعيه بلسم لذوي التوحد الاربعه، اللي بالاضافه للتحسيس كاين التكوين والمرافعه وبناء مركز متخصص دامج. فالتحسيس هذه السنه التميز ديالو هو انخراط المكتب الوطني للسكك الحديديه في تقليد هذا اليوم، فبالاضاءه باللون الازرق كما هو معروف تقليد عالمي لاضاءه المعالم الكبرى للمدن باللون الازرق. فبهذه المناسبه كنقدموا الشكر الجزيل للاداره ديال المكتب الوطني للسكك الحديديه على انخراطها في هذا المشروع. ايضا التحسيس هو اليوم كاين من خلال توزيع الفلاير فيهم تعريف مختصر على التوحد وعلى تعريف مركز على التوحد، لان هذه المساله ديال التحسيس وإذكاء الوعي بالتوحد هي مساله مهمه كتوازي ولا عندها نفس الاهميه اللي كيوازيها التدخل الطبي او شبه الطبي للوليده ديال التوحد. كيجي اللون الازرق اليوم، البالونات اللي محمولين اليوم ديال الوليدات والاسر اللي مشاركين في هذا الاحتفال ولا في هذا الاحتفاء باليوم العالمي، الحمل اللون الازرق في الملابس ديالو كاين في البالونات الزرقاء، وايضا في هذا الفلاير المحمولين اللي كيعرفوا ايضا هما من اللون الازرق. اليوم العالمي للتوحد هو بحال واحد اللحظه ديال تقييم العمل الان الظاهر ان لا المجتمع المدني وحنا جزء منه ولا الدوله بشكل عام مؤسساتها خطات خطوات مهمه في مجال ديال التوحد، خطوات كبيره، ولكن باقي ايضا قدامنا انتظارات كبيره، انتظاراتنا من مؤسسه كوزاره الصحه انتظارات كبيره، من مؤسسه التعاون الوطني ووزاره الاسره والتضامن انتظاراتنا، من المبادرات التنميه البشريه هادو واخرين، ووزاره التربيه الوطنيه في مشروع التربيه الدامجه المشروع الضخم الكبير، هادو كلهم كنقولوا بان ممكن يكون المجتمع المدني شريك حقيقي في تنزيل هذه المشاريع الكبرى وفي موضوع الاعاقه بشكل عام وفي التوحد بشكل خاص. انا كأم ديال طفل توحدي جايين نديروا يوم تحسيسي باش نعرفوا الناس، المهم الناس عامه، شنو هو التوحد وشنو ما شنو هو الطفل التوحدي، كيف غنديروا نتعاملوا معاه، شنو باغيين زعما نوصلوا للناس التوحدي كيف كيفكر وشنو باغي. بيان سور كنلقاو معاهم مشاكل مع عامه الناس، باقي التوحد هنايا اون جينيرال باقي ما معروفش، ما كيعرفوش شنو هو واحد الطفل اللي توحدي عندهم فون اوتيزم، ما كيعرفوش. كنلقاو مشاكل مع الناس العامه، كنلقاوها في التعليم، كنلقاوها في الصحه، المهم هما مهمشين هاد الوليدات. الطلب ديالنا هما ان هاد الوليدات يدمجوهم في المجتمع، يدمجوهم في المدرسه، يعطوهم حتى هما حقهم، لان هما اطفال اللي هما غير مختلفين علينا، ماشي مختلين ولكن هما مختلفين، يعني خصنا نفهموا شنو هو مختلف. هو داك الطفل من حقه حتى هو يتعلم، من حقه يمشي عند الطبيب سواء دونتيست سواء طب عام، يتعطى له حقه مع الوليدات في لي جو، يتعطى له حقه في المخيمات، يتعطى له حقه في التمدرس. هذا هو اللي كنطلبوا للدوله، وكنطلبوا ان يكونوا عندنا حتى مراكز ويكونوا عندنا اخصائيين كفء اللي يعاونونا على هاد الوليدات باش نمشيو بهم للقدام. هذا اليوم يعني في اطار اليوم العالمي بهاد الفئه ديال هاد الوليدات، يعني الوقفه في اطار التوعيه وبمعاناه هاد الاباء ويعني والالتزام ديالهم من اجل تاهيل هاد الابناء. الانسان كيحس بانه كيصارع بوحده، يعني في غياب اعانات او تدخلات من الدوله، جميع التدخلات اللي كتخص هاد الوليدات الا الاباء والاسر ديالهم هما اللي كيتحملوا. وطبعا ما لا يخفى عليكم يعني اعباء ماديه كبيره كتقل كاهل هاد الاباء وهاد الاسر في ظل هاد الغلاء الى اخره، زياده على اكراهات الحياه، كتجي واحد الفاتوره اللي هي ثقيله من اجل تاهيل هاد الاباء. الدوله على الاقل كيخصها توجد مراكز متخصصه بهاد الوليدات باش تاهلهم للاندماج الفعلي، أو لا كتدخل بتخصيص إعانات للأسر ذوي هذه الإعاقة انطلاقا من منحة شهرية يعني تدعم بها الآباء والأسر.
ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.